بالنسبه ليا التجنيد كاين في المغرب اللي معاه وكاين اللي ما بغاش التجنيد. كل واحد حر في الراي ديالو، حر في حياته، وانما انا كفنانه مغربيه لو كان ما كنتش عايشه خارج ارض الوطن ما مزوجاش، كنت اول وحده غتكون في التجنيد. انا كان عزيز عليا الاعتماد على النفس، عزيز عليا سبور، عزيز عليا ندافع على البلاد. انا هكا يمكن شي حد اخر يكون عنده راي مخالف، كل واحد رايه يحترم، وانما التجنيد هو فقط يعني مخالف على داكشي اللي كيسمعوا متداول في السوشيال ميديا انه الفياق بكري وكيتكرفصوا. لا بالعكس، مزيان يعني مزيان للشباب انهم يعني يتجندوا ويكونوا يعني اقوياء ويدافعوا على الوطن. داكشي كنت باقي صغير مشي نتجنت انا. بالنسبه للتجنيد الاجباري يعني كنشوفوا شي حاجه مزيانه للبلاد ومزيان الشباب المغربي انه يمشي يعني يكسب حوايج جداد، يتعلم حوايج جداد، لان ما ياخذوش بداك المنطلق ديال انه فيه تكرفيس، فيه تماره، فيه الخوف، فيه العذاب. بالعكس، ياخذوا بحال غادي المخيم، غادي ينمي القدرات البدنيه ديالو، غادي يتعلم حوايج جداد، غادي يتعلم بزاف ديال الحوايج زوينين، فهمتي، لصالح ديالو وصالح البلاد. فاش غنقول لك انا التجنيد الاجباري بحالي بحال ولاد الشعب، اي حاجه كتهم مصلحة الشعب فما كنقولش لا. إذا كان ولدي من يكبر مضطر أنه يدير التجنيد الإجباري، فأنا مع التجنيد الإجباري. لا، أنا شخصيا كون كما قلت لك أنه ما عايشاش خارج أرض الوطن وما مزوجاش، وهذا كنت أول وحدة غادي تكون في التجنيد، ولو أنه رغم أنه البنات هو اختياري كنت غادي نمشي. ايه فلتمنى مرة نفرح بكل فرح وشرف انني نوقف مع الوطن ديالي، انني نمشي نتجند ونكون انا جندي يعني لهذا الوطن. وبيان سي هما الناس اللي مكلفين غيشوفوا الناس اللي صالحين، وبيان سي الناس اللي صالحين غيشدوهم عندهم. وكنتمنى لهاد الشباب التوفيق، وانا لو كان عندي قلب 25 نمشي والله حتى نمشي، لان اصلا اجباري.